السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهاردة معانا افكار حلوة جدا بتفاصيلها لاعادة تدوير الملابس. افكار بسيطة وسهلة ان انت تعمليها. اول حاجة نعمل اشتراك ولايك للفيديو. اول فكرة معانا، شايفين قبل وبعد الاختلاف ان احنا قصرنا الكم بس، فبقى عندنا بالشكل ده. يعني ممكن اعادة التدوير ممكن تيجي من انت تقصري الكم، بدل ما يبقى كم يبقى نص. التيشيرت اللي قدامنا او التوب اللي قدامنا ده كان عليه كورنيش، هي قصت الكورنيش اهي، واخدت المقاس من الجنبين ضيقته شوية، ويبقى عندنا بالشكل ده توب عادي حمالات. فممكن برضو اعادة التدوير تيجي برضو من حاجة بسيطة تغير الشكل برضو معانا تماما. التيشيرت كان بالشكل ده عادي جدا، اللي هو البولو ده، هي قصت الجزء اللي فوق ده مع الاكمام، يعني اخدته بالظبط من تحت الابط وحطت قطعة قماش تانية كملت بيها بقية التيشيرت، فبقى عندنا بالشكل ده بقى لونين. عملت ميكس بالتيشيرتات او بتيشيرت وقطعة قماش. هنا برضو عندنا تيشيرت تاني بولو وتيشيرت تاني او بلوزة تانية مشجرة زي ما احنا شايفين. عملت ايه؟ اخدت من التيشيرت البولو عملت منه شورت، يعني شايفين الاستغلال ازاي، استغلال قطعة القماش اللي قدامك ازاي. البلوزة ضيقتها وبقى عندها طقم مختلف وجديد من التيشيرتين، يعني بقت بلوزة مشجرة مع الشورت. البلوزة اللي قدامنا دي شايفين الحردات بتاعتها عاملة ازاي، قط هي قصت خالص، خليته قط كده زي ما انتم شايفين، وقطعة القماش اللي هي فضلت معاها قصتها بالشكل ده وثبتتها في الحمالات بتاعة البلوزة دي، فبقت عندها زي ايه، كم طاير كده او نص كم طاير كده. وده بقى شكل البلوزة بعد اعادة التدوير. زي ما شايفين هنا برضو، شايفين تيشيرت واسع جدا وطويل، قلبته لكاش مايو، ادي شكله. قلبته الكاش مايو ازاي؟ هنشوف التفصيل مع بعض. قصت قطعة مستطيلة اهي، اخدت من الجنبين واخدت من فوق. القطعة القماش اللي فضلت معاها دي قطعت منها زي السرين اللي احنا شايفينهم دول، ثبتتهم في الامام والخلف زي ما احنا شايفين كده، بقت زي حمالات وبقى كاش مايو مظبوط على الجسم من التيشيرت الواسع اللي احنا كنا شايفينه. شايفين شكله جميل جدا، وقعد التدوير بجد هايلة وفي نفس الوقت بسيطة. هنا التيشيرت المقلم ده والجيبة الطويلة اللي ليها البطانة بتاعتها طويلة، قصت البطانة من تحت ودارتها خالص من تحت الجيبة. التيشيرت بقى الفكرة الحلوة ان هي ثبتته تماما داير ما يدور في الجيبة، فبقى فستان، يعني اللي عملت ميكس ما بين الاتنين. فكرة حلوة جدا وجديدة في اعادة التدوير. معانا الشورت واسع او بنطلون برضو، يبقى واسع، الواسع ده كده من عند الوسط. هنعمل ايه؟ هنقص كده من الجنبين بالطول بالظبط من فوق لما لتحت. بيبقى عندنا الحديدة دي او الزرار الحديد ده بنقص من جنبه، وبنرجع نخيط تاني فبيتظبط على الجسم. الفستان اللي قدامنا شايفين قط واسع اهو، هي هتعمل منه ايه؟ هتعمل منه بجد اختراع حلو جدا. يعني اخدت منه من تحت، هو طويل طبعا، اخدت منه من تحت بطرون الشورت، شورت ضيق قصير، اخدت منه بطرون الشورت اهو، وعملت كمان للشورت من نفس القماشة جيب ورا. طبعا حطت حتة قمر اهو، قمر للشورت، وهتدكك في الاستيك العريض اهو، فبقى شورت من برضو من القماش اللي فاضل. قطعت السير الطويل ده وجابت بقية الفستان من فوق اللي هو بقى الحمالات، وخرمته كده ودككت في السير اللي هو الرفيع، وربطته كده بفيونكة من قدام، فبقى معاها الشكل ده. يعني بجد طبعا، يعني بجد تغيير حلو جدا للفستان. الفستان اللي معانا ده برضو شايفين طويل وتوب هو من فوق، اخدت الجزء اللي فوق ده كده ويعني فتحته بس فتحة من الجنبين بحيث ان هو يبقى قط وتدخل دراعها منه. بعد كده اتأثر زي ما انتوا شايفين،
بالشكل ده اهو. طبعا هو اتقص من النص وبعدين اتاخدت الحته الزياده ورجع اتخيط تاني من النص. التيشيرتين المشجر والمقلم اللي قدامنا ده ايه اللي عملته؟ فكره حلوه جدا، عملت ميكس ما بين الاتنين، عملت ميكس ما بين التيشيرتين، اخدت الجزء المشجر وحطته كماله من تحت للتاني فطول وبقى شكله مختلف. فستان زي ما احنا شايفين اهو وتيشيرت مقلم برضو. اخدت ايه من الفستان؟ اخدت الجزء اللي تحت اللي هو زي الجيبه ده وعملت منه بطرون شورت. يعني يا جماعه نقدر نستغل من اي حاجه عندنا نخلي شكلها مختلف جدا ونعمل بيها اي فكره. شايفين ادي الفستان وادي التيشيرت، هي فتحته فتحه من تحت كده وربطته. ادي فكره ان هي مثلا شورت اهو قصته على الجيبه بحيث ان هو يبقى تاخد البطرون منه. يعني هنا فستان وبنطلون واسع اهو. اول حاجه معانا قصت بالشكل ده من تحت الوسط واخدت من الجزء اللي فوق نفس الرسمه بتاعت المستطيل دي، المستطيلين دول، وثبتتهم في الجزء اللي تحت اللي هو اللي كان مربع، وطبعا خيطت على المكنه بالشكل ده. وبقى عندها بالشكل ده، بقت البلوزه من فوق بالشكل ده. البنطلون اتقص من الجنبين بحيث ان هو يضيق، وطبعا شايفين الاختلاف ما بين قبل وبعد. هنا برضو شايفين الفستان ده بقى التيشيرت ده. بكل بساطة خالص ان هي قصت من تحت الخط ده كده اللي هو الاسود، خطت اخدت حتة صغيرة من الخط الازرق وتنتها بالشكل ده. وبقى عندها من الفستان اللي كان موجود من شوية شكله مش حلو، بقت بلوزة على بنطلون زي ما احنا شايفين. تيشيرت واسع وطويل اخدنا منه روب. يعني شايفين افكار متعددة جدا ومختلفة، نقدر نعمل اي حاجة ونستغل اي الملابس عندنا قديمة. فتحته طبعا من النص تماما وشالت طبعا الحردة بتاعت الرقبة وجابت دانتيل بالشكل ده او اي قطعة قماش برضو لون تاني حباها. وطبعا مش الداير ما يدور من تحت لما لفوق حوالين حرف التيشيرت اهو، او ممكن قطعة قماش تانية ملونة وبقى روب. فستان جينز زي ما احنا شايفين. الفكرة بتاعته بسيطة جدا، هي قصرته وبعد ما بقى فستان طويل ممكن يبقى يتلبس في البيت، لا بقى فيست ممكن يتلبس في الخروج على حزام اسود كده بقى شكله شيك. فستان طبعا مشجر زي ما احنا شايفين كده، الواناته كتير طبعا ما بقاش موضة وما يتلبست خالص. هي بقى عملت اعادة تدوير ليه، خلته يبقى شكله حلو وممكن ينفع يتلبس، فهي شالت خالص الجزء ده كده واخدت طبعا حطت استك في الجزء الاسود من فوق، وبقت جيبة ممكن تلبسها على تيشيرت لونه اسود بالشكل ده، قميص، ومع اكتر القمصان الرجالي اللي بتبقى موضتها خلاص قديمة او الواناتها خلاص بقت قديمة، فممكن نستغلها برضو استغلال حلو جدا. ادي فكرة القص اهو من جنبين مع الياقة من فوق. اخدت الكمين وحطت استك زي ما انتم شايفين، واخدت سرين اهمت طوال كده عملتهم حمالة، وبقية الأكمام ثبتتها بالشكل ده وقصرت من تحت، فبقت عندها بلوزة شكلها حلو كده. طبعا ما يشوف اللي يشوفها ما يقولش ان دي كانت قميص رجالي اصلا. يعني هي عباية استقبال زي كده بيبقى عليها برضو الروب الطويل ده. شايفين الاستغلال عملته ازاي؟ قصرتها طبعا، اخدت المقاس الاول بتاع الجسم وشالت شوية من الاكمام وقصرت برضو الروب ده. هنشوف مع بعض التفصيل. ادي طريقة القص، بقى متجسم كده على الوسط، واخدت برضو قصة اللي فوق بقى زي بلورو كده قصير عليها، وممكن تلبس دي لوحدها على بنطلون وممكن على البلورو، يبقى برضو شكل تاني مختلف خالص عن العباية بتاعت الاستقبال الاولانية. دي برضو فستان جينز بس قط،
ايه اللي عملته فيه، قصرته وضيقته، يعني اخدت سيره هو بحيث ان هو يبقى ضيق، وقصرته بحيث ان هو يبقى المقاس المناسب طبعا فوق الركبه، تحت الركبه، على الركبه بالظبط، واتلبس بالشكل ده. طبعا بقى شكله مختلف خالص عن قبل كده. بلوفر الاحمر والبلوزه اللي هي المشجره هتعمل فيهم ايه؟ هتعمل ميكس حلو جدا ما بين الاثنين. من البلوزه دي قصه جيبه اهو، هنشوف مع بعض. من البلوزه اهي قصه الجيبه دي كده، شايفين؟ يعني ممكن استغل اي حاجه. ومن البلوفر الاحمر ثبتته داير ما يدور في القمر بتاع الجيبه، وبقى فستان معانا. الفستان ده بالشكل ده وقميص ابيض. هنشوف بقى اعادة التدوير اللي هتعملها. قصت الكمام خالص، شالت الياقة، عملت فتحة جديدة على الصدر مربع بالشكل ده. طبعا كل الحاجات دي رجعت تانية صغيرة كده من جوه نص سنتي، بحيث ان يتقفل يبقى حلو، وقصرته بالشكل ده. وطبعا تانية برضو تانية من تحت، وادي شكله بعد ما اتخيط وقلبته بالشكل ده. القميص بقى الابيض اللي كان موجود غيرت لونه خالص، يعني كمان ممكن تصبغي، يعني كمان ممكن نصبغ ليه لون تاني. هي غيرت لونه ليه لون رصاصي، شلت الاسوره بتاعه القميص وتنتها وحطت استك اهو. ادي الخطوات معانا، وهي هتحط استك من جوه. بلوفر زي ده كده برضو قديم، اخدت الجزء اللي تحت ده بتاع البلوفر وهتعمل منه طاقية، طاقية حلوة جدا شتوية. دي اهي فكرة الطاقية، شايفين بقى الفستان مع القميص اللي كان لونه ابيض بقى فيست بالشكل ده، والقميص بقى لونه رصاصي اهو، والطاقية ادي قبل وادي بعد، تغيير طبعا مختلف. من الثلاث قطع برضو اللي معانا دول هنعمل برضو ميكس حلو جدا. ادي بلوزه كانت الكمام بتاعتها شيفون وليها الاسوره بتاعتها زي كالوش من تحت، اخدت الكمين بتاعها وحطيتهم في الفستان اللي هو السواريه، والكالوش حطيته فوق على الكتف كده من فوق بحيث ان هو يديله منظر حلو، واتخيطت. الفستان اتأثر. البنطلون الاسود اللي كان موجود ده هنا بعد ما تنت الفستان، البنطلون الاسود اتأثر كمان بقى شورت او بقى برمودة، زي برمودة كده، وادي بعد ما تنته. من الجنبين فتحت مثلث وحطت فيه من ورا قطعة من الدانتيل بحيث ان يدي منظر حلو، وادي الميكس اللي اتعمل من التلات قطع. هنا الاكمام اتحطت مع الفستان اهو زي ما انت شايفين، والبنطلون بقى برمودة كده، طبعا فكرة حلوة جدا. يعني التيشيرت اللي قدامنا، ادي طريقة القص، شالت الاكمام بالجناب بالجزء اللي فوق الياقة وقلبته. طبعا هنا بترجع تخيط تاني كل الفتحات دي. بعد كده هتقلبه، يعني الجزء اللي تحت اللي هو كان الاستك بتاع تحت طلعته فوق، وبقى توب زي ما انتوا شايفين التغيير. واتمنى تكون الافكار عجبتكم بجد، يعني اعادة تدوير هايلة جدا. واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك، وتنزلوا دلوقتي تعملوا لايكات كتير عشان في لسه افكار جاية حلوة كتير، وسواء في الاشغال اليدوية او سواء في اعادة تدوير الملابس او اعادة تدوير اي حاجة في البيت. ياريت تعملوا اشتراك ولايك علشان تستنوا فيديوهاتي الجديدة، واتمنى لكم كل خير، وباي باي.